الباب السابع تحليل المفاهيم، الجزء الثاني من محاضرة تحليل المفاهيم في طرق البحث في علوم الصحة. تحليل العلاقات، هنا نتكلم بعد ما حكينا عن تحليل المفاهيم. تحليل العلاقات مثل تحليل المفاهيم، يبدأ بتحديد المفاهيم في نص أو مجموعة من النصوص كما أسلفنا، وتذهب هنا طريقة تحليل العلاقات أو relationship اللي بنتكلم عنها إلى ما هو أبعد من مجرد وجود مفهوم معين أو مفاهيم أو مجموعة من المفاهيم، إلى استكشاف العلاقة التي بين هذه المفاهيم. المفاهيم المنفصلة لا تحمل أي معنى داخل الجملة أو داخلها نفسها، لكن المعنى هو نتاج أو نتائج العلاقة ما بين المفاهيم داخل نفس النص، يعني علاقة المفاهيم والمغزى من الكلمات المترابطة مع بعضها البعض داخل النص الواحد. المفهوم أو المفاهيم ينظر إليها كرموز تكتسب معناها من خلال ارتباطاتها مع الرموز الأخرى. العلاقات يتم تحليلها بعدة طرق. أول طريقة، تأثير النظريات على تحليل العلاقات. يختلف نوع التحليل الذي يتبعه الباحث أو يتبعه الباحث للعلاقات ما بين المفاهيم مع بعضها البعض حسب اختلاف المدخل النظري لها. هناك يوجد مدخلان نظريان للمداخل النظرية، تصنف إلى اثنين، هما الأكثر استخدام في تحليل العلاقات وتأثيرها. أول مدخل، المدخل اللغوي. يركز هذا المدخل على التحليل اللغوي للنص جملة جملة، المدخل اللغوي. المدخل الإدراكي أو الاستدراكي، يركز هذا المدخل على إنشاء نماذج عقلية وخطط للقرارات، أيهما أفضل من النماذج لاتخذ القرار باتباعها. القصد من خطط القرارات هنا هو التعبير عن العلاقة ما بين الأفكار والعلاقة ما بين المعتقدات وأنماط السلوك، وكذلك المعلومات المتوفرة للكتب أو للكاتب عفوا عن في الكتب عن عند الكتابة النصية. العلاقة يمكن التعبير عنها كمنطقية، استنتاجية، علاقة سببية، علاقة تسلسلية أو علاقة رياضية، يعني علاقة التسلسل المنطقي ما بين الكلمات وما بين الجمل والفقرات في متن النص. علاقة ممكن تكون منطقية، ويعبر عنها أيضا أنها علاقة تستنتج ومترابطة في استنتاجات منطقية واستنتاجات سببية أو سببية بحد ذاتها، أو تتسلسل في السرد أو رياضية، علاقة رياضية يعني حسابية. هنا هذا هو المدخل الإدراكي. النماذج العقلية في تحليل العلاقات هي مجموعة من الشبكات أو المفاهيم المتداخلة مع بعضها البعض، ويعتقد أنها هنا تعكس الإدراك للوعي والوعي الباطن للواقع، الوعي الباطني للواقع. يرى علماء الإدراك هنا أن البنى العقلية الداخلية للإنسان تتكون أثناء قيام الناس بالاستنتاج وجمع المعلومات عن العالم، يعني الأفكار ما بتكون قالب زي ما بيقولوها، الناس بتحلل وبتستنتج وبتفسر وترتبط أو تربط المعاني ببعضها البعض، أو ترتبط هنا المعاني ببعضها البعض نتيجة استنتاجات الناس وتفاعلهم مع العالم وأرض الواقع. النماذج العقلية هي وسائل أكثر تحديد لوضع الخطط، لأنها هنا مثلا إضافة إلى الاستخلاص وإضافة إلى المقارنة. يمكن أن نضيف أيضا التحليل الحسابي والتحليل البياني عبر الموارد المختصة. مثل هذه النماذج أيضا تعتمد بكثافة هنا على الحاسب الآلي من أجل إنشاء الخطة. الدراسات التي الجزء الآخر، الدراسات التي تستند على هذه الطريقة، يتم اتباع الخطوات التالية: 1. تحديد المفهوم. 2. تحديد أنواع العلاقات. 3. تدوين النصوص على أساس أنه يتم تحديد المفاهيم وأنواع العلاقات من خلال تدوين النص. تدوين المقولات. عرض الخطط الناتجة بيانيا وتحليلها حسابيا، وهي رقم 5. من أجل خلق النموذج، هنا على الباحث أن يحول هذا النص إلى خطة من المفاهيم والعلاقات
ثم يحلل هذه الخطة على مستوى المفهوم والمقولة، حيث تحتوي المقولة على مفهومين والعلاقة بينهما. يعني في سرد ما بين المقولات، يعني زي سجع الشعر، بيكون الأبيات مترابطة مع بعضها وترتقي بالمعنى الواحد، وأيضا لها علاقة بالأبيات التي قبلها، والجمل أيضا في البحث والنص لها علاقة، كل جملة تساند الجملة التي تتبعها من حيث النظم ومن حيث ترابط العلاقة وتسلسل المفهوم والإدراك. يعني لا يجوز، كما الوضوء في الصلاة يبدأ باليدين والفم والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل المرافق وهكذا، لا يجوز أن تسبق جزء قبل جزء، يجب أن تترابط وتتسلسل هذه المنطقية والعلاقات ما بين المفاهيم والمقولات من حيث المحتوى، وهذا ما يسمى إيش؟ نموذج الخطة. طرق تحليل هذه العلاقات: في تحليل العلاقات مع بعضها مع بعضها البعض، relationship بنقولها احنا، او الترابط ما بين العلاقات، يجب ان نقرر حول انواع المفاهيم التي نود ان نحللها. هنا تختلف الدراسات في عدد المفاهيم من مفهوم واحد الى اكثر من 500 مفهوم، يعني من 1 ل 500 في من التفاسير، فأيهما الأنسب لنا؟ من المؤكد أن الكثير من الفئات قد يضفي غموضا على النتائج، والفئات القليلة تقود إلى نتائج غير موثوق بها وضعيفة المصداقية. يعني كثير من، يعني لما أنت تحط كثير من الفئات في المقارنة، هنا يصبح غموض واضح ما بين الترابط في هذه الفئات الكثيرة أيضا، وطبعا على النتائج، والفئات القليلة أيضا تقود إلى نتائج غير موثوق بها. ليش؟ لأنها ضعيفة المصداقية، تحتاج إلى تدعيم. فإذا خير الأمور الوسط، له قليل وله كثير. لذلك من المهم أن نترك هنا إطار واحتياج واحد للبحث يقود طريقة تقود طريقة التدوين. يعني طريقة التدوين يجب أن نترك الإطار واحتياجات البحث هي التي تقود طريقة التدوين. يعني سياق البحث ونمط البحث ومتن البحث وسرد البحث هو الذي سوف يقود الباحث إلى كيفية تدوين النتائج. وفيما يلي نعرض هنا 3 طرق فرعية لتحليل العلاقات مع بعضها البعض، دعونا نراها. أول طريقة من طريقة تحليل العلاقات هي طريقة استخلاص التأثر. طريقة استخلاص التأثر توفر هذه الطريقة تقييم عاطفي للمفاهيم التي في متن النص، على غير أنها تحفها بعض المشاكل، يعني تصاحبها بعض المشاكل. ليش؟ لأن العواطف تختلف باختلاف المجتمعات، ومفهوم هذه العواطف يختلف باختلاف المجتمع والزمن. على الرغم من ذلك فإنها أداة جيدة، يعني حتى نستكشف الحالة العاطفية والنفسية للمتحدث أو الكاتب في السرد أو الوصف أو تربيط العلاقات مع بعضها وتفسيره للبيانات والكلمات تتبع العاطفة. في طريقة تحليل التقارب، تتم هذه الطريقة بالاهتمام بالتواجد المشترك للمفاهيم الظاهرة في النص. أي إذا وجدت بعض المفاهيم لها علاقة ببعضها البعض من حيث التقارب في المعنى والتقارب في النص، إذا يؤخذ بطريقة تحليلها أنه هي في تواجد مشترك ما بين هذا الظواهر في النص. 3. طريقة تخطيط الإدراك، تسمح هذه الطريقة بالمزيد من التحليل لنتائج الطرق السابقة 1 و2، كما تهدف هذه الطريقة إلى خلق نموذج عن معنى النص. ما ماذا يعني النص هنا؟ بنقدر نرسم خطة. هذا النموذج يمكن عرضه في رسم بياني يمثل العلاقات ما بين المفاهيم، زي الصناديق اللي احنا بنسويها وبنقول إيش؟ في ترابط ما بين تسلسل والعلاقات اللي هي الفاريابلز اللي بنحكي عنها، بنقول في ترابط ما بين تسلسل منطقي. هنا يمكن رسم عدة أنواع من النماذج العقلية، مثلا نماذج عقلية للنص، نماذج للكاتب، نماذج للمتحدث، مجموعة من الاجتماعيات،
مجموعة مجتمعية أو زمن حسب اهتمام الباحث وأين يريد أن يوضح الفكرة التي يبحث بها. هذا التنوع يعتبر مؤشر للفرضيات النظرية التي تكون وراء أو تقف وراء التخطيط. هذه النماذج العقلية تمثل تماثلات للمفاهيم المتداخلة التي تعكس إدراك الوعي وإدراك الوعي الباطن الواقع. واللغة هي مفتاح لفهم هذه النماذج، يمكن النظر إليها كشبكات ومترابطة مع بعضها البعض كلغة ووعي باطن وإدراك. خطوات تحليل العلاقة، نحدد الخطوات بتحديد العلاقات هي بمثابة استراتيجية متوفرة للباحثين عفوا الذين يقومون بتحليل العلاقات. وهذه الخطوات هي إيش؟ أول حاجة تحديد السؤال، وتحديد السؤال هنا يتطلب أن نحدد ماذا يريد السؤال من إظهار للعلاقات والمعاني. اختيار العينة، من هي العينة التي سيتم التجاوب معها والدراسة عليها، وتحديد نوع التحليل، التحليل المنطقي أو التحليل المفاهيمي أو التحليل الإحصائي أو البياني وهكذا. أيضا اختصار النص إلى فئات وتدوين الكلمات، يعني بصير السرد في تلخيص وفي محتوى فئاتي ومصنف إلى جمل مترابطة مع بعضها البعض، لا تكون مختصرة ولكن تكون متجمع مع بعضها. استكشاف العلاقة ما بين المفاهيم، استكشاف علاقة القوة والترابط، العلامة والاتجاه. أيضا هنا العلاقات ما بين المفاهيم من حيث الاتجاه والقوة، وتدوين أيضا العلاقات، والقيام بالتحليل الإحصائي هنا، والقيام برسم التمثلات أو النتائج على هيئة رسوم بيانية تفسر النص، وعند النظر إليها تعطينا المعنى بالضبط كما هو موجود في النص ذات العلاقة. فيما يلي نعرض لهذه الخطوات بالتفصيل. أول شيء تحديد السؤال. تحديد السؤال مهم جدا، لأن السؤال هو الذي يوجه الدراسة ويحدد كما حكيت في السلايد السابق، وبدون سؤال يوجه الدراسة ويحدد. هنا في هنا سؤال مركزي، تكون أنواع وخيارات المفاهيم المتاحة للتفسير غير محدودة، وبالتالي يصعب إكمال التحليل هنا في تحديد في الأسئلة المركزية. يعني لازم يكون في بدون سؤال مركزي، السؤال المركزي بتوه، فلازم يكون تفرعات. اختيار العينة، بعد تحديد السؤال تبع البحث على الباحث أن يختار العينة البحثية، من يريد أن يطبق عليه الباحث، الفئات المجتمعية، العدد، الأرقام مثلا من نص أو مجموعة من النصوص، ويجب أن يتناسب حجم العينة مع السؤال أو الأسئلة والأهداف للبحث أو الدراسة، بحيث لا تكون العينة كبيرة جدا يصعب تحليلها، ولا صغيرة جدا تفقد البحث للمصداقية، ولا تقود إلى نتائج يعتمد عليها بصغر حجمها أو بكبر حجمها. يعني الكبر والصغر لا يقود إلى نتائج يعتمد عليها زي ما حكينا في سلايدات سابقة. تحديد نوع التحليل، بعد اختيار العينة من الأفضل أن نحدد نوع التحليل أو أنواع العلاقات التي نود كباحثين دراستها. هنا يمكن للباحث أن يختار أي طريقة للتحليل للعلاقات مع بعضها البعض التي ناقشناها سابقا في السلايدات اللي فاتت. بعد اختيار هذه الطريقة على الباحث أن يحدد المستوى، هل سيدون كلمات مقررة مثلا ربما، أو مجموعة من الكلمات والتعابير مثل ربما أكون قد نسيت. يعني لازم يصنف الفقرات حسب إيش التصنيف الحاصل من الأعداد. اختصار النص إلى فئات وتدوين الكلمات، يمكن أن يكون التدوين هنا في أبسط مستوياته، لمجرد الوجود، يعني بالرغم من بساطة هذا النوع من التدوين، لكنه أيضا يستخدم بنجاح بواسطة عدد كبير من الباحثين. ويمكن للباحث هنا أن يدون للغموض في نص المعنى المزدوج في نص لوحده، أو ترك المساحة للتغيير أو إعادة التقويم وإعادة التعديل، كما يمكن
هنا للباحث أن يدون للكلمات المستخدمة اللي لها طبيعة غامضة وعلاقتها بأهمية المعلومات المرتبطة بتلك الكلمات حسب الإدراك وحسب التفسير. 5. استكشاف العلاقة ما بين المفاهيم. بعد الفراغ من تدوين هذه الكلمات يبدأ تحليل النصوص من أجل تحديد العلاقات ما بين المفاهيم التي تم تحديدها سابقاً. هناك 3 مفاهيم تلعب دور مركزي في استكشاف العلاقات ما بين المفاهيم في تحليل المحتوى. أولاً، قوة العلاقة، ترابط العلاقة مع بعضها بقوة. هذا المفهوم يعني أن درجة الارتباط والترابط والعلاقة ما بين مفهومين اثنين أو أكثر، هذه العلاقة سهلة التحليل والمقارنة. عندما نكون أمامنا علاقات ما بين مفاهيم متساوية يسهل تجميعها. هنا قوة العلاقة تحدد، هنا بتعمل تحديد أساسي عند تحديد كلمات مثل ما لم، ربما، محتمل، ترتبط بفقرة، بتعبير، بفكرة، بنص أم لا. يعني مثلا ما لم يكن كذا، ربما سيكون كذا، محتمل أن يكون كذا، فهذا ترابط. لازم هذه محتمل أن ترتبط بكلمة سابقة، يعني محتمل أن يكون كذا، أو لربما، أو ما لم، يعني في هنا مشروطة ما لم كذا مثلا، عشان إيش فكرة النص تكون واضحة. مؤشر العلاقة، البند الآخر. مؤشر هنا يعني أن هل العلاقة ما بين المفاهيم هي إيجابية أم سلبية؟ لتوضيح هذا المفهوم هبوطا، يعني بشكل تنازلي، يرتبط سلبي بمفهوم مثلا البورصة، وفي نفس الوقت مفهوم صعود، يعني صعود يعني ارتفاع، يرتبط إيجابي بمفهوم البورصة. يعني مثلا كلمة صعود وهبوط مربوطة في اللغة التجارية بموضوع البورصة، يعني هبوط الأسهم، صعود الأسهم، وفي نفس الوقت يرتبط إيجابيا بمفهوم معين. لذا فإن هذا التعبير مثلا السوق الهابط، السوق هابط، يعني سوق البورصة، يمكن أن يدون ليوضح العلاقة السلبية ما بين هابط والسوق. يعني السوق هابط في كلمة هبوط وصعود، السوق صاعد يرتبط بالإيجاب، السوق هابط يرتبط ما في السلب، وهكذا كمثال. طريقة أخرى للتدوين تقتضي إنشاء الفئات المنفصلة من المتعارضات الثنائية، هي صعود هي نفس هبوط مثلا، لكن من الممكن تدوينهما كفئتين منفصلتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. يعني نعمل فئات الإيجابية نحطها مع بعض والفئات السلبية مع بعض. يعني مثلا اتجاه العلاقة، هنا اتجاه العلاقة يعني نوع العلاقة التي تبديها الفئات. تدوين هذا النوع من البيانات بيكون مفيد في توضيح المعلومات وأثرها على عملية اتخاذ القرار مثلا. يعني عند مثلا هنا هناك عدة أنواع من العلاقات الاتجاهية، زي مثلا يقتضي، وحدث، قبل، وإذا، إذن، أو هل من المفهوم، أو هل أن المفهوم هو المحرك الأساسي للمفهوم، والعكس صحيح. يعني هنا في ترابطات وكأمثلة. 6. تدوين العلاقة. أحد الاختلافات الأساسية بين تحليل المفاهيم وتحليل العلاقات هو أن العلاقات ما بين المفاهيم يجب أن تدون أو تدون. التحليل الإحصائي، هاي الخطوة تعني القيام بالتحليل واستخدام البيانات للتحليل التي تم تدوينها أثناء التحليل تبع العلاقات. هاي قد يتضمن هذا الاستكشاف الاختلافات أو البحث عن العلاقات بين المتغيرات التي قمت أنت بتحديدها في دراستك. بالإمكان هنا استخدام مقياس الإحصاء الوصفي، اللي هو الأسلوب الإحصائي الوصفي، أو الاستنتاجي أو الاستنباطي، مثل ما هو الحال مع مختلف أنواع البيانات الأخرى في الإحصاء. رسم التمثلات، إضافة إلى التحليل الإحصائي، يقود تحليل العلاقات عادة إلى إعداد تمثلات المفاهيم وما يتبعها في شكل نصوص أو رسوم بيانية، زي ما أنا شرحت في السلايد قبل كده، إنه تدي نفس المفهوم ونفس المعنى بمجرد النظر إلى الرسم البياني، يوضح العلاقة وتحليل العلاقة هنا بشكل مبسط.
كما لكل شيء إيجابيات يوجد سلبيات، تحليل العلاقات له إيجابيات. الطرق بتاع تحليل العلاقات هنا تتميز بطريقة تحليل المستوى كوسيلة لجمع البيانات بعدة أوجه وبعدة إيجابيات، طبعا يمكن إيجازها فيما يلي. العلاقات أو الإيجابيات هنا تنظر مباشرة للاتصال عبر النصوص أو السجلات، وبذلك تدخل إلى الجانب المركزي في التفاعل الاجتماعي. أيضا تسمح بالعمليات الكمية والنوعية اللي هي quantitative qualitative، جمع البيانات بالطرق الاستقصائية عن طريق المقابلات أو عن طريق الكوستيونير زي ما أنا حكيت قبل كده. توفر رؤية تاريخية وثقافية قيمة عبر الزمن من خلال تحليل النصوص. تسمح بمقاربة النص التي يمكن أن تنتقل هنا بين الفئات المحددة والعلاقات والتحليل الإحصائي للشكل المدون للنص. وسيلة غير متطفلة لتحليل التفاعل، يعني لا تستخدم تطفل على أحد، تقدم هنا رؤى عن النماذج المعقدة للتفكير الإنساني واستخدام اللغة هنا بالتفسير الإنساني، التفكير الإنساني يعني التحليل الاستنباط، تفكيك الغموض حول المعاني. هنا يحتاج الإنسان إلى الخبرة وإلى قواميس اللغة كما وضحنا في بداية محاضرات هذا الباب. السلبيات: على الرغم من الإيجابيات التي سبق ذكرها، فإن طريقة تحليل المحتوى تعاني إلى عدد من السلبيات النظرية والإجرائية، مثلا تحتاج وقت طويل جدا للتفكيك الرموز هاي، وتجزئة النصوص وتصنيفها تحتاج إلى وقت، معرضة للخطأ المتزايد خاصة عند استخدام تحليل العلاقات مع بعضها البعض من أجل الترابط أو الحصول على مستويات ترابط عليا من التفسيرات مع بعضها البعض، تحتاج إلى وقت. السلايد الأخير هنا تخلو من الإحساس النظري، الاختزال متأصل فيها، يختزل فيها شغلات يعني كتير فيها، خاصة عندما تتعامل مع نصوص معقدة يتم اختزالها وحذفها. كثيرا ما تتجاهل هذه العلاقات الإطار الذي أنتج فيه النص وما آلت ما بعد إنتاج النص، ويصعب الحوسبة الآلية لها. ليش؟ لأنه في معاني لا يمكن للحاسوب تربيطها مع بعضها البعض إلا بواسطة برمجة معقدة جدا ولا تعطي المعنى الدقيق، وغالبا ما يتم إسقاطها.